والله الواحد مش عارف يقول مبروك على الايباد الجديد ولا يقول مبروك على البروكرييت ولا ايه بالظبط يعني. طيب في الفيديو ده خلونا نتكلم عن كل حاجة محتاجين ان احنا نعرفها عن البروكرييت. لو انت متخصص اكيد هتلاقي حاجة جديدة ما كنتش تعرفها. لو انت جديد على البروكرييت لا انت هتتبسط معانا على الاخر يعني. وفي كلا الحالتين اعمل سيف للفيديو وبص على البلاي ليست اللي تحت اللي موجودة، واكيد هتحتاج الفيديو دوت بعدين. اوكي انا مش ببالغ فعليا اذا قلت ان انا اشتريت الايباد برو عشان خاطر سواد عيون البروكرييت. البروكرييت من اعظم البرامج بتاعت الرسم اللي ظهرت في اخر 8 سنين، في الوقت اللي ادوبي بيطلع عين اللي خلفونا عشان اوبشن معين في براش او حاجه، تلاقي البروكرييت طالع بكل الامكانيات بتاعته والبساطه في التعامل معاه، بيخليك مستمتع وانت شغال وحاسس ان الحياه كتير بسيطه وسهله ولذيذه كده يعني. البروكرييت بيشتغل على اي او اس بس، يعني لو انت ويندوز او اندرويد يوزر لا انسى بقى وخليك في فوتوشوب زي ما انت. لو انت لسه جايب الجهاز جديد خد بالك وما تغلطش غلطتي وتجيب بروتكتور تمبر جلاس جلوسي زي ما انتوا شايفين، هتلاقي يمكن تشوفوا الريفليكشن بتاع وش هنا او حاجه زي كده. في حاجة اسمها بيبر لايك، هتلاقوا اللينك بتاعها تحت. بيبر لايك دي بتبقى مات وبتديك احساس الورق وانت بترسم عليها. ان شاء الله انا جايبها الاسبوع اللي جاي. اي حد بروفيشنال في الالستريشن بيجيب السكرين بروتكتور ديت لانها مات، مش جلوسي، مش بتلمع بالشكل دوت، في نفس الوقت بتديك احساس الورق وانت شغال عليه. انت اول ما بتنزل الابلكيشن من الاب ستور وتفتحه بتلاقي عندك السامبلز ديت موجوده، يمكن الاربع خمس سامبلز اللي في الاول دولت، هتلاقي اسم السامبل موجود يعني هنا مثلا فورست، وموجود تحتها 4000 في 3000 وده الحجم بتاع الصفحه اللي هم راسمين عليها. كذلك نفس الموضوع هنا، نفس الموضوع هنا، معظم السامبلز معموله على 4000 في ايه في 3000. لو ضغطت مثلا على حاجه زي كده وفتحتها، طبعا حاجه وهميه جدا، لو بصبعك الاثنين وبدات تعمل كده هتلاقي نفسك بتعمل زوم وزوم ان وزوم اوت، وتقدر تروتيت الصفحه بتاعتك لو انت عايز. طبعا كل ما قربت كل ما بدات تشوف حجم البيكسلز، وعدد البيكسل دوت اللي بيتحكم فيه حجم الصفحه، يعني كل ما كترت عدد البيكسلز كل ما كان عدد البيكسلز انت مش شايفه اصلا في الزوم ان. نرجع تاني للجاليري. اوكي عندنا هنا لو ضغطنا على البلس اللي على اليمين فوق هتلاقي عندك السايزز بتاعت الصفحات، السكوير وال4K هتلاقيها 4000 في 1700 حاجه زي كده، بس انا طبعا عشان انا بشتغل مثلا على سايز اتش دي في الاخر فبستخدم ال4K بتاع الاتش دي اللي هو 4000 مش عارف في 2160. انت ممكن تختار اي حاجه من دولت اللي يريحك تشتغل عليه، ممكن تشتغل على 4K لو انت محتاج عدد بيكسلز اكتر. لكن هنا في برضك كرييت كاستم سايز، تقدر تدخل الوايث والهايت بتاعك اللي انت عايزه، وتقدر تكتب هنا اسم الايه الفايل اللي انت عايزه وتعمل كرييت ليه على طول. بس خلينا نشتغل هنا على السكرين سايز العاديه اللي هي السايز بتاع السكرين بتاعت الايباد. هنكليك هنلاقيه فتح لنا هنا ودخلنا على الصفحه بتاعت الايه الابلكيشن بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليها. طبعا انت اول ما تدخل هتلاقي اوتوماتيك البراش بتاعتك شغاله، تقدر تشتغل عليها على طول. ده البين اللي هو 6B بنسل، اذا انت عملت التلت بتاع القلم المشهور بتاع الابل بنسل تمام هتبدا تحس بايه بالسنسيتيفيتي بتاع الايه البراش. عندك هنا على الشمال هتلاقي السايز بتاع البراش، تقدر تكبره وتصغره من هنا، والاوباسيتي بتاع البراش تقدر تخليها اقوى او تقلل الاوباسيتي بتاعتها من هنا. وتحت فيه زرار صغير اللي هو زرار الاندو وزرار الريدو، لو انت عملت حاجة غلط مثلا وعايز ترجع فيها بتضغط على الزرار ده او بتعمل كليك بصابعينك الاثنين كده فيبدأ يعمل اندو 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 تمام. ولو انت عايز ترجع تاني في اللي انت عملته فبتعمل بثلاث صوابع ريدو 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 ريدو. والحاجة الاخيرة ان انت بثلاث صوابع لو ضغطت وعملت كده هتبدأ تعمل كلير لكل حاجة انت كنت راسمها على الصفحة. تاني تاني تبدأ تعمل اندو اندو، بعدين بالعكس تقدر تعمل ريدو، ولو انت ضغطت وعملت كده تقدر تمسح وتعمل كلير لكل حاجة موجودة عندك على الصفحة. من هنا هتلاقي البراشز بتاعتك،
في مجموعة كبيرة جدا من البراش للتحبير وللكاليغرافي، الناس اللي بتشتغل خط عربي أو حاجات زي كده، والبينتينج هتلاقي فيه براشز أولد براش، أنا بحب البراش دي جدا والبراش دي برضك، الأرتستيك هتلاقي فيه كمية براش كبيرة. أنت فعليا أنت مش محتاج أي براشز بره الموضوع حاليا، ممكن قدام قوي تحتاج، بس كتير أدفانس وكتير اللي موجودين في البرنامج بيكفوك، ما بيبقوش أنت مش محتاج حاجة أكتر من اللي موجود عندنا. خلينا نرجع تاني للقلم الـ 6B. اوكي، نبدأ نرسم. لو انا عايز ارسم خط مستقيم اقدر ان انا اشد لاين كده، تمام، واذا انا ثبت هنا ببص لايه، عدل لي الخط وخلاه خط مستقيم اقدر ان انا اتحكم فيه. ولو انا ضغطت بصابعي كده هيعمل لي سناب على زاوية معينة لو انا عايز اعمله في زاوية معينة. نفس الموضوع بيشتغل لو انا برسم سيركل اوكي وضغطت هنا في اخر السيركل هتلاقيها اتحولت بالشكل دوت. ولو انا عايزها شكل منتظم بضغط وانا لسه دايس بالقلم بصابعي كده على اي مكان في الصفحه وبص لقيت اتحولت لايه، لدايره منتظمه. هنا بعد ما خلص هلاقي في حاجه اسمها edit shape هنا حصلت، اقدر ان انا كليك عليها واعدل فيه الشيب. كمان اقدر ان انا اعمل مربع نفس الموضوع بنفس الاسلوب، واقدر ان انا اعمل بصابعي كده عشان احدده اخليه شكل منتظم. بردك اقدر اعمل edit shape بعد ما خلصت، هلاقي فيه الاوبشنز عندي النقط اللي انا اقدر اتحكم فيها في الشيب بتاعي. كذلك نفس الموضوع شغال في الكيرفز، لو انا بعمل كيرفز كده بالشكل دوت، انا اصبر على القلم شويه اثبت بس الاقيني اقدر اعمل كده. لو انا عايز اخلي شكل الكيرف منتظم شويه فبقدر ان انا اعمل كليك على الصفحه فبيعمل لي الشكل دوت. طبعا من الحاجات اللي قبل عاملينها كدعاية لقبل بنسل، انت لو عملت دبل كليك عليه يتحول من البرش بتاعتك العادية يتحول لي المحاية او يتحول لي الاستيكة، تمام، او اي حاجة انت بتظبطها وتقدر تمسح بيه المحاية بتاعتك. وهنا نفس الموضوع، تقدر تكبر البرش وتصغرها وتقلل الاوباستي بتاعت المحي بتاعك، نفس الموضوع. والاندول ذات ست نفس الموضوع. طبعا لو ضغطت هنا هتلاقي نفس اشكال البراشز اللي انت عايزها. طبعا في المحاية في الغالب بنخليها اير براش، سوفت اير براش، بحيث ان انت تمسح سوفت شوية، وده اللي احنا بنستخدمه. طبعا انت تقدر تعملها اي شكل تاني وهتديك اشكال التكستشر بتاعتك اللي انت ايه اللي انت عايزها. في النص هنا هنلاقي السمج تول، الناس اللي بتشتغل فوتوشوب اكيد عارفها كويس. خلينا ناخد هنا زي let's say حاجة زي كده، خلينا نغير الكالر اللي احنا عايزينه من هنا، ناخد الريد مثلا، خلينا ناخد كالر يلو شوية، وبعدين هنيجي هنا ونجيب السمادج تول، نختار شكل براش معينة. اوكي، لو عملنا كده هنلاقي ان البراش دي، لو كبرنا البراش شوية هنلاقي ان البراش دي بتدمج اللونين مع بعض بقوة معينة. طبعا انا غيرت شكل البراش هيغير لي شكل التكشر بتاع الدمج، تلاقي التكشر بتاع الدمج مختلف whatever، يعني هتلاقي التكشر مختلف. طبعا هي البراشز شغالة في البراش وشغالة في السمالج تول وشغالة في المحاية. وطالما فتحنا الكالر باليت خلينا نتكلم عنها شوية. الكالر باليت عندك فيها ثلاث أنواع، الديسك والكلاسيك زي بتاعة الفوتوشوب والفاليو، تمام، لو انت عايز تتحكم تدخل الأرقام أو حاجة زي كده. وفي الأخير هنا هتلاقي فيه الباليتس، الباليتس ديت لو انت عايز تعمل باليت جديدة بتتك هنا، ولو هي الديفولت مكتوب عليها ديفولت، لو انت روحت في الباليت بتاعتك هتبص تلاقيها فاضية لأن احنا لسه عاملينها. نختار مثلا كالر أحمر وعملنا كليك هنا هتلاقي اللون الأحمر اتضاف، اخترنا كالر ازرق عملنا كليك هتلاقيه اضاف، وهكذا. انت ايه، اي الوان انت عايزها بتضيفها هنا في الكالر باليت بتاعتك. حاجة تانية ان انت لو جبنا السكتشنج مثلا واخترنا القلم دوت وعملنا سيركل بالشكل دوت واخترنا مثلا لون احمر وبعدين سحبنا من هنا اللون وشدناه كده هيعمل لي فيل بداخل السيركل اللي انا عملتها.
وبعدين افرض انا مثلا عايز اخد اللون دوت، اقدر اعمل كليك عليه فبيظهر لي البيكر كلر بيكر بتاعتي، ولما انا اشيل صباعي من هنا هتلاقي خد الكلر اللي انا كنت واقف عليه هنا، واقدر نفس الموضوع ان انا اسحبه وانزله هنا لو انا عايز. طيب اخر حاجة عندي هنا هتبقى اللايرز او الطبقات. اللايرز اذا انا عملت كليك هنا انا بضيف لاير جديدة، ولما انا برسم الرسم بتاعي بيظهر على اللاير الجديدة دي بس، مش هيظهر على اي لاير تانية، وهكذا لو انا ضفت لاير كمان نفس الموضوع. لو انا عملت كده وعملت كده مثلا، وافترضنا ان احنا بنعمل حاجة زي كده، جينا عملنا فيل هنا العين بالشكل دوت، فانا عندي ده على لاير اقدر ان انا اتحكم فيه بعيدا عن الحاجات التانية. طبعا ده مع ده على نفس اللاير، لو انا طفيت اللاير من هنا اقدر ان انا اشوفه، والعكس لو انا شغلتها طفيت اي لاير اقدر ان انا اشوف الباك جراوند. هي تعتبر لاير بس هي مكتوب عليها باك جراوند كلر، لو انا ضغطت عليها هيحولني للكلر باليت واقدر ان انا اغير في اللون بتاعها زي ما انا عايز. لو انا ضغطت هنا على حرف الان هيديني الاوبشنز بتاعت اللاير ذات نفسها، اللي هي الاوباستي بتاعت اللاير. لو انا اخترت اخر لاير مثلا وقللت الاوباست بتاعها هتلاقي اللاير بتختفي، بتبدا تختفي من هنا، وده البلندنج مود بتاع اللاير لو انت عايز تخلي ليه شكل معين في دمجه مع الالوان اللي تحت. لو عملت كليك على اللاير هيظهر لك الاوبشنز بتاعتها، منها الرينيم لو انت عايز تعمل رينيم اللاير، منها السيلكت لو انت عايز تعمل سيلكت. اشهر حاجه هنا هتكون هي الالفا لوك. الالفا لوك من اهم الحاجات اللي بتستخدمها في الرسم. انا جبت لون احمر وبدات ان انا ارسم، بدأت ان انا اختار براش اكبر شوية حاجة زي كده مثلا، بدأت ان انا ارسم على اللاير اللي هي دي هتلاقي اللون بيعمل فيل بس بداخل اللاير، انما بره لا، بس بداخل اللاير بيعمل فيل، وده الالفا لوك. طبعا ده حلو جدا لو انت رسمت رسمة زي كده وبتظلل، فبتبدأ ان انت تقفل اللوك عليها، زي مثلا لو انا عملت كده مثلا وجيت على هنا وقمت عامل الفا لوك وانا باللون الاسود دوت، وبدات ان انا اعمل بالشكل دوت، فانا بدي فيل بداخل بس الايه اللير بتاعتي وخلاص وهكذا. طيب لو سحبت اللير دي علمت عليها كده وسحبتها على اللير التانية هيعملها لي الاثنين بداخل جروب، واذا انا طفيت الجروب هيطفي لي اللايرين مع بعض. ولو انا عملت كليك على الجروب هقدر ان انا اعمل رينيم لشكل الجروب. لو انا عملت اللاير دي وعلمت على التانية بالشكل ده وسحبت هقدر ان انا اتحكم في الاتنين مع بعض واحركهم، اقدر ان انا اخرجهم من هنا. وعندي الجروب لو انا سحبته للناحية الشمال هقدر ان انا اعمله ديليت او دوبليكيت للجروب لو في حاجة جواه مثلا، او اعمل لوك. انا هعمل هنا ديليت للجروب وابدأ من الاول. طبعا اذا انا جيت هنا عملت سيلكت على اللايرز بقدر ان انا اتحكم في اللايرز التلاتة مع بعض في نفس الوقت. طيب لو انا صغرت السايز بتاع السكرين بالشكل دوت وبعدين جيت قمت عامل بنش كده سريع هتبص تلاقي السكرين عملت فول سكرين تاني ورجعت زي ما كانت. لو انا دلوقتي هنا اخترت اللاير ديت عايز امسح دوت بحيث ان يبقى عندي اللاير بتاعت الجمجمة بس، اوكي، هلاقي عندي هنا في ترانسفورم اول واحدة في الجانب الشمال. الترانسفورم دي بتخليك تقدر تعمل سكيل للاوبجكت، تصغره او تكبره، وفي نفس الوقت انت عايز تعمل له روتيشن. طلعت هنا ان في حاجه زي ماجنت بتسناب كده على درجه معينه في الروتيشن ده، لان فعلا الماجنت هنا مفتوح. لو انا قفلت الماجنت هنا ببص الاقي نفسي اقدر اعمل روتيشن بدون اي سنابنج بيحصل او كده. هنا هتلاقي انواع الترانسفورم بتاعتك، اول واحد عندك الفري ترانسفورم، ودي بتخليك تتحكم في الاوبجكت باي شكل انت عايزه في الطول او في العرض. تمام، لو عملت اليونيفورم هتلاقي الاوبجكت هتلاقي الطول مربوط مع العرض، انت ما ينفعش تصغر الطول لوحده او العرض لوحده، الاثنين بيصغروا مع بعض وبيكبروا مع بعض، اوكي. بعد كده الديستورت، لو انت مسكت اي كورنر وحركته هتلاقيه بيتحرك لوحده وبيعمل ديستورت بالشكل دوت. لو مسكت من الجنب هتلاقي نفسك هنا، لو مسكت من الجنب هتلاقي نفسك هنا بتعمل زي سكيو للاير. اخر واحده واللي انا بحبها وبستخدمها كتير قوي في الرسم، خصوصا لما النسب بتضرب مني او حاجه، اللي هي الوارب او الشبكه اللي بتخليك تتعامل مع الاوبجكت بسلاسه من كافه النواحي، كانك بالظبط حطيت الاوبجكت على قماشه او على شبكه كده وبتبدا تحرك النقاط بتاعت الشبكه، فبتاثر على الشكل بتاع الاوبجكت. ظريفه جدا، بستخدمها كتير خاصه لو الدنيا خربت معايا.
على طول وبسرعه هنلاقي هنا جنبها على طول في حاجه اسمها سيلكت، وسيلكت دي اقدر ان انا اعمل بيها سيلكت بالشكل دوت. طبعا هنا هتلاقي الانواع بتاعتها دي الفري هاند اللي احنا شغالين عليها حاليا، تمام. واذا انا جيت عملت ترانسفورم هلاقي الترانسفورم بيحصل عندي، اغير اليونيفورم، ترانسفورم بيحصل عندي على الجزء اللي انا عملت له سيلكت في اللاير بس مش على اللاير كلها. ولو انا جيت مثلا عملت سيلكت مثلا بالشكل ده وجيت عملت ترانسفورم هتلاقي اللاير بتتقطع بالشكل ده. وفي نفس الوقت برضك عشان تكون واخد بالك تقدر تعمل سيلكت، وفي اوبشن فيذر موجود تحت، لو انت عملته كده يبدا يوريك شكل الفيذر هنا، بحيث ان انت لو جيت عملت ترانسفورم بعد كده هيعمل ترانسفورم بفيزر معين ما يعملهوش شارب. اوكي طيب خلينا نرجع تاني لللايرز عشان في حاجه جميله كنت عايز اوريها لكم. لو انا عملت تعليم على لاير التاني التالت، فانا حاليا معلم على كل اللايرز، اقدر اعمل ترانسفورم لللايرز كلها مع بعض في نفس الوقت. لو انا عملت سيلكت وبعدين جيت عملت ترانسفورم، السيلكت هيأثر على الثلاثه لايرز في نفس الوقت. فدي حاجة من الحاجات الجميلة جدا في البرنامج دوت. بعد ترانسفورم وسيلكت هنلاقي في هنا ادجستمنت، تمام. ادجستمنت من الاوبجكتس اللذيذة قوي اللي انت بتعمل فيها هنا. لو احنا جينا عملنا سيلكت على لاير 1 اوكي، وجينا هنا هنلاقي في ادجستمنت، هنلاقي اول واحدة مثلا الاوباستي، لو انا عملت كده وبدأت احرك بالشكل ده هتلاقيها بتدي اوباستي، بس تختلف شوية عن الاوباستي بتاعت اللايرز في انها ما بتأثرش على الاوباستي بتاعت اللايرز. في هنا جاشن بلور، تمام، لو انا عملت كده بيعملي بلور لللاير اوكي، وهكذا. هتلاقي في اوبشنز كتيرة تقدر ان انت ايه تستخدمها. في هنا الاكوفاي، الاكوفاي بيخليك تتعامل مع الاوبجكتس كأنها مية شوية، كأنها حبر ما زال سايل. وفي بعد كده هتلاقي فيه الهيو ساتوريشن اللي انت تقدر تغير منها الكالر وتغير منها ساتوريشن، لو انت عايز الالوان تروح لابيض واسود او تعلي الساتوريشن بتاعت الالوان خالص. والبرايتنس نفس الموضوع. ومن الحاجات المحببه ليا جدا هنا الكيرفز، ان الكيرفز انا بقدر اعلي واوطي بيها واقدر اعدي بيها كونتراست على شكل حرف اس، فبيدي كونتراست في اللون، بيخلي الغامق غامق قوي والفاتح فاتح قوي، كتير بحتاجه كتير مهم الكيرفز. بعد كده هنروح للاكشنز عندنا اللي هي اخر قائمه في القائمه بتاعتنا. اول حاجه منها هتلاقي اد، تقدر تدخل فايل او تدخل فوتو من الجاليري او ممكن تاخد فوتو من الكاميرا على طول دايركت، وتقدر تضيف تكست. وهنا طبعا لو انت عملت كوبي لير او كوبي لاي حاجه تقدر تعمل لها بيست، لو انت عامل لها اوريدي كوبي. تاني حاجه هنلاقي بعدها الكانفاس، وهنا هتلاقي في كروب اند ريسايز. لو انا جيت عملت كده وعملت كانفاس وجبت الكروب اند ريسايز، هقدر ان انا اكبر واصغر في حجم الكانفاس او حجم الايه الصفحه بتاعتي اللي انا برسمها، واقدر اقول له دان من هنا. تاني حاجه عندنا اللي هي الدروينج جايدز. الدروينج جايدز من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، اللي انا ضغطت عليها هنا وقلت له ايديت دروينج جايد، هيجيب لي شكل اشكال الدروينج جايدز بتاعتي. اول واحده 2D، ودي بتخليني اقدر ارسم على واسناب على الجايد بتاعي. تاني واحده الايسومتريك نفس الموضوع. تالت واحده البرسبكتيف، ودي اللي هنبدا نشوفها حالا. لو انا ضغطت كده وعملت كليك لشكل البرسبكتيف بتاعي وعملت كليك تاني هنا بالشكل دوت وفتحت الاسيست دروينج وقلت له اوكي، وبدات ان انا اخفي اللايرز ديت واعمل لاير جديده واجيب البنسل بتاعي وابدا ان انا ارسم كده. طبعا اللاير لازم يكون معمول عليها دروينج اسيست عشان تقدر ان انت تسناب بالشكل دوت. وهكذا. لو روحنا تاني للدروينج جايد وقلنا له اديت، هنلاقي في حاجه اخيره هنا اسمها السيمتري. السيمتري من الحاجات الجميله قوي. لو انا روحت للراديال مثلا هنا وعملت كليك عليها واتاكد ان اسيستد دروينج مفتوحه، واذا عملت لاير هنا وفتحت عليها الدروينج اسيت او الدروينج اسيست واخفي اللي بعدها اللي قبلها، واذا جيت عملت هنا مسكت في اي مثلث من المثلثات ديت وعملت كده بالبرش، هبص لاقيه كرر لي اللي انا بعمله هنا بالشكل دوت. طبعا حاجه كتير كتير ساتسفايد، يعني تحس ان هي بتريحك نفسيا، يعني
لو انت تعبان متضايق من حاجة ممكن تفتحها، بس لمجرد ان انت تقعد تشخبط عليها كده بالشكل دوت بتديك اشكال شكلها ظريف جدا، خاصة لو انت ليك خبرة في الزخارف الإسلامية والحاجات اللي زي كده، فهتلاقي الموضوع كتير حلو معاك وهيعجبك وهكذا. طبعا حاجة زي كده لو احنا هنعملها في اي برنامج تاني هتعقدنا كتير. السيمتري من الحاجات الجميلة جدا 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 في الابليكيشن هنا، ممتعة بصراحة في التعامل معاها يعني. طيب خلينا نشوف اللي بعدها. عندنا هنا الفليب للكانفاس vertically horizontal، حلو كتير لو انت شغال بقالك فترة طويلة ان انت تعمل فليب عشان تقدر تشوف الشغل بمنظور مختلف. طبعا هنا مش هتقدر تشوف منظور مختلف لان كله زي بعضه اصلا يعني. تمام، وهنا نلاقي الكانفاس انفورميشن وفيها كل حاجة عن الكانفاس بتاعتك او الصفحة بتاعتك، البيكسل دايمنشنز والدي بي اي والعدد اللايرز اللي مستخدمة وهكذا. بعد كده هتلاقي في عندك شير، شير تقدر تخرج بيها الشغل بتاعك سواء بي اس دي وتوصله مثلا للجهاز بتاعك وتتعامل على الفوتوشوب بيه، او بي دي اف او جي بي جي. طبعا الاشهر عندنا هنا البي اس دي لو انت هتخرج لايرز، والجي بي جي لو انت هتخرج صوره تبعتها على الانترنت او تعمل معاها اي حاجه. من الحاجات الجميله اللي بروكريت بيقدمها عندك هنا الفيديو، وده التايم لابس اللي بيسجل كل ضربات البراشز اللي انت بتعملها من اول ما فتحت الفايل. لو انا جيت عملت هنا تايم لابس بلاي هبص لايه بدأ يعمل لي كل حاجه من ساعه ما انا بدأت معاكم هنا، كل حاجه انا عملتها على الكانفاس، كل ضرب براش انا ربطتها انا عملتها، وتقدر تقدم وترجع بالشكل ده. طبعا قول له هنا دن، تقدر تخرج الفيديو من هنا يعني اكسبورت تايم لابس فيديو لو انت عايز تخرجه، وتقول له فول لينث فيديو وتخرجه عندك وتعمل له شير على الفيسبوك او في اي مكان تاني. واخيرا البريفرنسز اللي مش هشرحها قوي لان هي تعتبر الشرح نفسها، كل كليك انت بتدوس عليه بيغير لك حاجه في البريفرنسز بتاعت البرنامج، ممكن تجرب فيها براحتك. بس اهم حاجه انا هشرحها هنا الايديت بريشر كيرف، لان انا اول ما فتحت البروكريت حسيت ان الكيرف بتاعي تقيل قوي، بحتاج ان انا اضغط شويه على القلم عشان احس بيه، يمكن عشان البروتكتور الازاز اللي انا حاططها او حاجه زي كده انا مش عارف. بس لما عدلت في الكيرف دوت، الكيرف ده اول ما انت بتفتحه بيكون كده، فلما بتعدل فيه بتكه كده وتعدله شويه لفوق فبتلاقي البراش سنسيتيفيتي بتاعتك عاليه شويه وبتكون افضل، وانا بستمتع يعني، انا بحس ان انا يعني انا بحس ان انا بتعامل بيها كويس يعني. وبكده يعتبر احنا خلصنا كل حاجة بداخل البرنامج، فاضل بس ان احنا اذا احنا ضغطنا على الجاليري هنا نرجع للجاليري بره، وهنا اقدر ان انا اتحكم في ترتيب الفايلات بتاعتي. اذا انا ضغطت على الفايل دوت شوية كده وبعدين سحبته اقدر ان انا احطه في اي مكان انا عايزه هنا. لو انا سحبت للشمال هتلاقي في عندك ديليت لو انت عايز تديليت الفايل، دوبليكيت لو انت عايز تعمل نسخة تانية منه، او تعمل له شير. لو انت شديت الفايل ذات نفسه وسحبته على فايل تاني وسيبته زي ما كان بيحصل في اللايرز هتلاقيه هيتحول لي لجروب، لو نلاحظ ان اللاير التانية جوه، وعمل لي ستاك هنا اقدر ان انا اكليك عليه واغير اسمه اخليه مثلا جروب او whatever اللي انا عايز اعمل اسمه. لو دخلت على الجروب وبص الاقي اللايرز موجودة عندي جوه، اقدر ان انا اخرج اللاير عن طريق سحبها كده تمام، وعامل كليك كده على الجروب اقدر ان انا اخرج اللاير لبره، وفي نفس الوقت هنا الصورة محطوطة لوحدها بداخل الجروب، اقدر ان انا اسحب صور تانية واحطها سوري وشديت لجوه وسبتها هنا هتنزل جوه الجروب. كمان تقدر من هنا تعمل سيلكت وتعمل سيلكت على اللايرز اللي انت عايزها او على الفايلات اللي انت عايزها، وتقول له جروب من هنا او ستاك اسف، تقول له ستاك من هنا، هيقدر يعمل لك كل الثلاث فايلات دول بداخل ايه جروب، او تقدر تعمل ديليت او دوبليكيت او شير او تعمل بريفيو ليه. وبكده نبقى خلصنا كل حاجه احنا محتاجين نعرفها عن البرو كرييت عشان نبدا نشتغل بيه. البرنامج سهل جدا مفيش اي تعقيدات فيه. تابعوا للشانل واعملوا سبسكرايب عشان لو في اي حاجه جديده، وسلام بس كده.